في مثل هذا اليوم 17 من شتنبر من سنة 2004 كانت الحركة الأمازيغية على موعد مع صعود أخير لشاعر المأساة علي صدقي أزايكو الذي غادر مترجلا عن غبش حلم الاعتراف بلغة أمه بعد أن تقدم وحيدا في سنوات الرصاص لإعلان ضرورة مراجعة مفهوم الهوية الوطنية، مما كلفه سنة مريرة بسجل علوب الرباط. استجمع فيها وحدته وأصدر ديوانا شعريا خالدا مليئا بالحسرة، وضع له اسم إزمولين أي ندوب. الشاب اليافع القادم من تخوم دوار إجران تونيرت ضواحي تيرودان سيواصل دراسته بكلية الأدب والعلوم الإنسانية شعبة التاريخ، وسيقوده وحيه الأمازيغي إلى الاعتقال سنة 1982 بعد إحراجه زيارة الملك الحسن الثاني لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية رولاند ريغان بعد نشره لمقال في سبيل مفهوم حقيقي لهويتنا الوطنية، والذي نقله مراسل جريدة نيويورك تايمز روبرت كابلان على صدر الجريدة الأمريكية في عدد 6 يونيو 1982 تزامنا مع زيارة الملك تحت عنوان المغرب بلد أمازيغي بقناع عربي. الملك الراحل تعامل مع المقال بحساسية مفرطة، وأمر الجنرال دليمي حينذاك ومؤرخ المملكة عبد الوهاب بن منصور باعتقال أزايكو 3 أيام بعد ذلك، وجرى منع مجلة أمازيغ التي كانت تصدر مقالات النخب الأمازيغية في فترة الثمانين، واعتقل مديرها أوزين أحرضا والدكتور الطبيب الجراح أسادن وسوسيولوجي بوسكول وبوخالف وغيرهم من الكتاب الأمازيغ. صدقي الذي سجن لسنة و17 يوما بتهم المس بأمن الدولة درس المرحلة الابتدائية بقرية تافنكولت في مركز إيمي تناوز، وأكمل دراسته الثانوية لاحقا في مراكش إلى أن أسعفته الظروف للحصول على الإجازة في تاريخ سنة 1968 بجامعة محمد الخامس، ثم تخرج في السنة ذاتها أستاذا من المدرسة العليا للأساتذة. سنة 1970 سينتقل صوب الديار الفرنسية للدراسة في جامعة سوربون بباريس قسم التاريخ الاجتماعي تحت إشراف عالم الاجتماع المعروف جاك بيرك، وهو ما ساهم بشكل كبير في تطوير ملكة البحث العلمي التاريخي لديه لينتج كتبا في هذا الاتجاه أبرزها تاريخ المغرب أو التأويلات الممكنة، نماذج من أسماء الأعلام الجغرافية والبشرية المغربية، الإسلام والأمازيغ، ومعارك فكرية من أجل الأمازيغية، وديوانين شعريين بالأمازيغية تيميتار وإزمولن، وغيرها من الإصدارات المرجعية لدى الحركة الأمازيغية. بدايات كتابات علي صدقي أزايكو السجالية انطلقت منذ 1968 حيث حرر بشكل قار في جريدة صوت الجنوب، كما أنه دائم الدخول في نقاشات حادة مع القوميين العرب داخل أركان مجلة كلمة إبان سنوات بداية السبعينات، وهو ما سيرخي بدلاله على علاقته باتحاد كتاب المغرب الذي حرمته قيادته من جائزة الاتحاد عام 1998 رغم مطالبة أغلب الكتاب بضرورة إعطائها له عن ديوانه إزمولن. ديوان الندوب الذي يعتبر أحد أقوى التكتيفات الشعرية تجسيدا للتعلق بالأرض والهوية والحكي عن الشوق للأصل والبحث عنه، شكل مادة دسمة للعديد من المغنين الملتزمين الأمازيغ على رأسهم الفنان عمر مبارك الذي غنى ولحن العديد من قصائد كما لو قلبه إموكدال، فضلا عن الفنان حسن إدبر سعيد الذي لحن وغنى العديد من أشعاره أبرزها إيكاليون وأي الأراضي الغير المتساوية وفارقة الأزهار، ثم سيأتيه تكريم رمزي من قبل المشرفين على مهرجان تيميتار بأكادير
حيث سمي الاسم تيمنا بديوانه الذي يحمل ذات الاسم. وفاة المثقف الملتزم والخلوق كما أطلق عليه الكثير ممن عاشروا ستكون سنة 2004 بعد صراع طويل مع مرض مزمن، ليدفن في مسقط رأسه في جنازة مهيبة حضرتها قيادات الحركة الأمازيغية وأخرى من مختلف الأطياف. ورث رجلا سبق زمنه وتنبه في وقت مبكر إلى ضرورة إعادة كتابة تاريخنا وتحريره من التوجه الذي يلغي بشكل سافر دور الشعب الأمازيغي في صنع تاريخه وثقافته. إنها الأكبر عملية تزوير شهد تاريخ الإنسانية المعروف، كما كتب أزايكو ذات يوم. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.